قام المحامون وقفة احتجاجية أمام نقابة المحامين اعتراضاً على قانون السلطة القضائية الجديد وبيطالبوا بتطهير القضاء. احنا النهاردة جينا من متغمرة علشان نعترض على ونسجل اعتراضنا على قانون السلطة القضائية اللي بيحاول المستشار أحمد الزين اللي هو ممثل نادي القضاء علشان يمرره للمجلس العسكري في هذه الآونة بالذات، ويحد من إرادة المحامي ومن حصانة المحامي داخل الجلسة. لو ما حصلش استجابة هنستمر في الإضراب بتاعنا. العدد مناسب وفي تزايد مستمر، وإحنا جايين من أسوان عدد كبير. ده يعد من المطالب الفئوية اللي هم بيطالبوا بيها في مجلس الشعب، لما يتعمل الانتخابات يجي أعضاء مجلس الشعب يعرضوا القانون وتتخذ عليه الإجراءات القانونية. إذا كان يصلح مجلس الشعب هيوافق عليه، لا يصلح مجلس الشعب مش هيوافق عليه. إلزوم القانون في الفترة دي بالذات. ما ينفعش يعني المحامي يتحبس تمام والمتهم يبقى مكانه فين لما المحامي يتحبس يعني، فطبعا بينفع اللي بيحصل ده مش نافع خالص. قضاء بيعملوا دولة داخل دولة. القاضي عايز إيه؟ يحبس كل من في الجلسة؟ طب هو لو غلط مين يحاسبه؟ لا لتوريث السلطة القضائية، مفيش حاجة اسمها يبقى القاضي ابنه يبقى قاضي. لو ما حصلش الاستجابة هنفضل معتصمين لحد ما لا نهاية، لحد ما يتنفذ المطالب بتاعتنا.